أرقام وإنجازات للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال عام 2020، إذ تعمل بشكل فعال للتغلب على التحديات الناتجة عن جائحة كورونا. ففي مبادرة سلامة المنتجات سجلت منصة سابر 1,500,000 منتج، حيث بلغ عدد التجار المسجلين في سابر أكثر من 34,000. وعلى صعيد المعايرة القانونية، تم إجراء التحقق الدوري على أكثر من 21,000 مضخة وأكثر من 4,000 ميزان غير تلقائي، بالإضافة إلى التحقق الأولي على ما يقارب من 4,000,000 عداد كهربائي ذكي. أما عن علامة الجودة السعودية، فقد منحت المواصفات السعودية 296 ترخيصا جديدا، لتبلغ عدد المنتجات الحاصلة على العلامة أكثر من 65,000 منتج مسجل. وبذلك تحقق نسبة نمو تجاوزت 39% عن العام السابق. وفي مجال المختبرات، فقد اختبرت الهيئة أكثر من 7,000 عينة، فيما فحصت أكثر من 14,000 سيارة مستعملة مستوردة من الخارج.